الناس في آلامها أشباه أحياء، وجه لها لكنه وجه بلا ماء. الناس في آلامها أشباه أحياء، وجه لها لكنه وجه بلا ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، يستمر الخير والعطاء من قبل الناس الطيبة، الناس المؤمنة الذين دائما يسعون ويقدمون عمل الخير للناس المحتاجة في هذه الظروف الصعبة. اليوم محطتنا هي محافظة البصرة. اليوم اجينا لأهلنا الطيبين في محافظة البصرة محملين بالمواد الغذائية ولحوم حمراء وكذلك مبالغ مالية ومواد غذائية، جينا نقدم لهم العون والمساعدة بفضل الناس الطيبة الذين دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، اليوم تجولنا في أقضية ونواحي محافظة البصرة وجمعنا 100 عائلة. هذه العوائل أغلبهم من عوائل شهداء الحشد الشعبي وكذلك عوائل الأيتام والفقراء والمعوزين في محافظة البصرة. اليوم جينا تحت سقف هذه الحسينية المباركة، حسينية قائم آل محمد، في منطقة الجمعيات اللي راح تستقبل العوائل وراح أيضا نوزع لهم السلة الغذائية واللحوم والمبالغ المالية. طبعا السلة الغذائية يهدى ثوابها إلى روح المرحوم الحاج جبار شغيد الدبيسي، وكذلك اللحوم مقدمة من الحاج أبو فاطمة وعائلته من لندن، ويهدى ثواب هذا اللحوم بثواب أم البنين وكذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام. أما المبالغ المالية مقدمة من أخونا الطيب أبو حيدر الصقر من العراق إدياله. نقدم لهم شكرنا وتقديرنا للناس الطيبة الذين دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيم. إذن أعزائي المشاهدين، راح نتواصل معكم إن شاء الله وبرنامج القلوب الرحيم.
أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل اللي شاهدتوا به طبعا ذبح اليوم العجل وكذلك تجهيز السلة الغذائية، واجينا الناس الطيبة مثل ما شاهدتوا جمعناهم سيارات نقل وجبناهم إلى هذه الحسينية المباركة، حسينية قائم آل محمد. والحقيقة اليوم كانت طبعا باستبيان سوينا لهم عدد من المرضى، راح إن شاء الله يشرحون وضعهم الصحي اللي يعيشوه في هذه محوضة البصرة. ومثل ما تعرفون هي البصرة أم الخيرات، لكن بنفس الوقت هي غنية بالفقر والجوع والحرمان. فإذا أعزائي المشاهدين، اليوم معاي مجموعة من حجياتنا الطيبات اللي جمعناهم إن شاء الله، راح نعطيهم السلة الغذائية وراح أيضا نعطيهم لحوم، كل عائلة كيلو لحم عجل خالص، بالإضافة إلى مبلغ مالي حتى إن شاء الله يقدرون يستغلون هذا المبلغ حسب تصرفهم. مثل ما يعرفون اليوم هي السلة الغذائية مقدمة من عائلة المرحوم الحاج جبار شغيدل الدبيسي من العراق بغداد. إن شاء الله تقرون له سورة الفاتحة إليه والبنته والأرحام إن شاء الله، ويخصكم بالسلام ابن أبو غيث إن شاء الله، يقول أنا متواصل مع عوائل الفقراء والمساكين ضمن برنامج القلوب الرحيمة. أخوكم أبو فاطمة من لندن بعث عجل زنت حوالي 220 كيلو، كل عائلة راح نعطيها إن شاء الله كيلوين من اللحوم الخالص لكم إن شاء الله، وأيضا تقرون سورة الفاتحة. طبعا يهدى ثواب هاي اللحوم ثواب السيدة ومولاتي أم البنين عليه السلام وليلمة الأطهار إن شاء الله أجمعين، وإن شاء الله عند حاجة تدعون له إن شاء الله بالصلاة، الله إن شاء الله يقضي حاجته وإن شاء الله يفرحكم أكثر وأكثر. كذلك أخونا الطيب أبو حيدر الصقر ابن دياله، الرجل الطيب دائما مبالغه تصير لأهل البصرة، هاي ثاني وجبة نجي إن شاء الله نوزع المبالغ المالية على أهل البصرة، لأن الناس محتاجة فعلا وناس يستحقون الوقوف معهم في هذه الظروف الصعبة. احنا نشكر المتبرعين ونشكر المساهمين جميعا في برنامج القلوب الرحيمة. فإذا أعزائي المشاهدين، راح نتعرف على الحالات اللي موجودة وياي مجموعة من أخواتي، وطبعا اللي قاعدين 100 عائلة أغلبهم من الناس المرضى، ناس مرضى وهم كلهم عوائل أيتام،
يعني يمكن 10 او 15 عائله عوائل مو ايتام، يعني فقراء ما عندهم شيء، فراح نتعرف عليهم. حجي السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حجي؟ الله يسلمك. خيرك امي؟ انا عندي انزلاق برقبتي وظهري. نعم. سويت عمليه وزرعوا لي بلاتين برقبتي وزرعوا لي برقبتي، صار عندي انزلاقات جديده. نعم. سويت معامله صار لي سنتين بالمحافظه. محافظه البصره؟ اي. نعم. ذيك المره كلش وقعوا جوازي وقالوا لي باكر عقب ما ناخذك، وطهل غيري ما اخذوني. وهسه مره ثانيه سنتين صار لي بالمحافظه وما طلع اسمي لحد الان. شو وقت يطلع؟ انا تعبانه كلش، يعني عندي انزلاقات برقبتي وظهري. من سوى امي؟ انت امي؟ دكتور ام علي. من سوى العمليه خلى اثنين من فقراتي ما سواهن عدل مال رقبتي، هسه حتى ايديا يخدرن ويوقفن ايديا. امي تنزل الناس الطيبه يكون وياك؟ ان شاء الله. اي. وعندي بنتي هم مريضه، هم طقتها سياره وهي صغيره، هم عندها فقرات. مسكينه. اعزائي المشاهدين، اخذكم ام علي من البصره تناشدكم. طبعا تعرفون الدوائر الان بالبلد الواسطه والمحسوبيه، طبعا تقول خلصت اوراق وما دزوني، تعرفون هم يدزون المحسوبيه والقارب، مو هيك حجي؟ صحيح، هسه هي المعامله الثانيه. ان شاء الله احنا ناشد الناس الطيبه بعد ما ناشد لا حكومه ولا مسؤول، شو تقولين؟ هي ان شاء الله. ان شاء الله يسمعونك الطيبين وما يقصرون معك. حجيتنا السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. ان شاء الله زينه. والله الحمد لله. ان شاء الله صحه وسلامه. الله يسلمك. شو اخبارك امي؟ والله اخبارنا تاتش والحمد لله، وشك نحمد الله وشك. نسدري انا اسم الله عليك، عندي ماي وعجز بالقلب وسكر وضغط وسوهان وانزلاق. امي انت امي؟ ام باسم. ام باسم وين حاطين؟ 5 ميل. اعزائي المشاهدين، مثل ما تشاهدون ام باسل امراه كبيره خطيه تعبانه، عندها قلب او سكر ومي ما اعرف بعد، فتحب ان شاء الله تساعدوها وتوقفون وياها ان شاء الله. والله الفلوس للعلاج ما عندي والله. ان شاء الله ان شاء الله ما يكون، يا تقول اريد علاج ان شاء الله من الطيبين. حجي السلام عليكم. عليكم السلام. امي ليش الفقير ما يقدر يشتري العلاج؟ ما عنده يعني ضعيف حاله وما عنده يعني امكانيه يشتري. زين شو تشوفين الصيدليات العلاج غالي ولا رخيص؟ لا والله اكو بهن غالي واكو بهن شويه مناسبه، بس انا ما اشوف، انا ما اشتري لان انا حالتي ضعيفه. زين ايش خيرك انت هسه؟ انا عيوني ما اشوف منهن. ايه. ما اشوف. ام من انت؟ ام محمد. وشنو وضعك المعاشي؟ عندك راتب ما عندك؟ لا والله عندي راتب رعايه. ايه. انا عندي 2 ارامل وانا امهن هم ارمله ثلاثه احنا. الله يكون بعونك. اشكرك الله يخليك. احنا نتمنى من الناس الطيبه ان شاء الله يكونوا وياك ويساعدوك. حجيتنا شلونك؟ الله يسلمك. ايش خيرك؟ عندي ايتام انا. كم يتيم عندك؟ احنا 9. 9 ايتام، شلون معيشتهم؟ هسه بعد هاي الظروف الدنيا. اكو ناس محسنين يساعدوك؟ اي اكو. شو تشوفين مساعدة بسيطة ولا زينة؟ لا شايلتنا الحمد لله. ان شاء الله خير من الله. حياك. حجية شلونك؟ الحمد لله. شلونك شفتي؟ الله يسلمك. كم يتيم عندك؟ 4. شلون عيشتكم؟ والله زين. نعم. ها؟ نعمة الحمد لله. يعني عايشين؟ ايه. ان شاء الله. فإذا أعزائي المشاهدين، احنا راح نوزع المبالغ المالية وراح نوزع السلة الغذائية على العوائل المتواجدة ويانا ان شاء الله، وكل دعواتهم لكل المساهمين ضمن برنامج قلوب رحيمة ان شاء الله. الله يسعدهم بالدنيا والآخرة ان شاء الله، والله يفرجها عليهم والله يكثر خيرهم. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيمة. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. Thank you.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 40,000 إنسان، ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض، فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، ساهموا معنا في إعادة الحياة لمن لا حياة له. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء.
أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل اللي وزعنا به المواد الغذائية والمبالغ المالية واللحوم على عوائلنا الكريمة من محافظة البصرة. اليوم أسعدنا ب 100 عائلة وكلهم من الأيتام والفقراء، وشكرهم وتقديرهم إلى الحاج أبو غيث الذي اهدى السلة الغذائية بثواب والده المرحوم جبار شغيد الدبيسي الله يرحمه برحمته الواسعة، وكذلك ثواب سورة الفاتحة إلى شقيقته وأرحامه. الشكر موصول إلى الحاج أبو فاطمة وعائلته الكرام من لندن اللي أهدى اليوم حوالي 220 كيلو لحوم عجل كبير ذبح، ويهدى ثواب هذا اللحوم بثواب سيدتي وملاتي أم البنين عليه السلام ولأم الأطهار بهذه المناسبة، وكذلك دعوات الأخوة المشاهدين والحاضرين معي أخواتي بإن شاء الله الدعاء لهذا الرجل بالصحة والخير والتوفيق إن شاء الله وقضاء حاجاته. الشكر موصول إلى الأخ خادم الفقراء الحاج أبو حيدر الصقر بن ديالة الذي دائما يسعى ويقدم عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. اليوم أسعد 100 عائلة بمبالغ مالية. شكرنا وتقديرنا إلى خدام حسينية قائمة آل محمد الكائنة في محافظة البصرة الجمعيات التي فتحت أبوابها لاستقبال عوائل الأيتام، وشكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم وسعى في تقديم العون والمساعدة إلى برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة بحاجة ماسة إلى مد أياديكم الكريمة من أجل إسعاد عوائل الأيتام والفقراء، وكذلك نرجو المساهمة الفعالة والجادة في برنامج القلوب الرحيمة. الأرقام اللي ظهرت على الشاشة هذه الأرقام فقط مخصصة حصريا للمساهمات، اللي عنده مساهمة إلى برنامج القلوب الرحيمة ما علي إلا أن يتصل على هذه الأرقام، ونكون ممنونين وسعداء جدا من الناس الذين دائما يقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. قصة الألم ترجمتها معاناتهم وقرأتها دموعهم وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق صاحبه. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء. أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي.
وجه بلا مائي.